نعود مشاهدينا إلى قضية الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني وبروزها على قمة الأولويات الشعبية بعد القبض على الأسرى الأربعة الذين فروا منذ أيام. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الأسير الفلسطيني المحرر أيمن الشراونة. أهلا ومرحبا بك أستاذ أيمن. حياك الله أخي الكريم. بداية، الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام بداية من يوم الجمعة المقبل، كيف هي الأوضاع داخل المعتقلات الصهيونية التي دفعت لأخذ هذا القرار؟ يعني بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أخي الكريم وحيا الله فضيلتكم الكريمة. لا شك بأن الأسرى في داخل السجون الآن يعني يخوضون حرب شرسة مع مصلحة السجون والشباك الإسرائيلي. ربما تجاوزنا مرحلة الإضراب عن الطعام الآن ودخلنا إلى مرحلة التحدي وربما التهديد وهدر دماء أكثر من ضابط ومدير سجن. فعليه هذه الخطوة الآن ربما يعني هي على سلم أولويات الأسرى، ونقطة الإضراب عن الطعام ربما يتخذوها الأسرى في كل دقيقة. هناك اجتماع في صبيحة الغد بمشيئة الله مع مصلحة السجون والشباك الإسرائيلي وممثل الاستخبارات الإسرائيلية عن دولة الاحتلال. سيجلسون غدا مع الأسرى وسيكون هناك من الأسرى تقديم جميع المطالب لكي يعيد الأمور إلى سابقها قبل نفق الحرية. فإذا استجابت مصلحة السجون والشباك الإسرائيلي والاستخبارات إلى مطالب أسرانا في داخل السجون ربما تتأجل هذه الخطوة هي الإضراب عن الطعام، ولكن سيبقى التهديد إلى مديري سجني جلبوع وشطة وضابطي الأمن في جلبوع وشطة، ضابط الذي اعتدى وتعمد أن يعتدي على رموز الحركة الأسيرة وعلى أسرنا في داخل السجون زاهر فارس. هؤلاء الخمسة ضباط هم مطلوبين إلى أسرنا في داخل السجون، وربما بكل دقيقة تنشب هناك حرب طاحنة في داخل السجون الإسرائيلية، والكل يعلم ويعرف أن أسرنا لا يوجد لديهم أي شيء لكي يحصروه في داخل السجون. هؤلاء الأسرى مغيبون عن الساحة، مغيبون عن العالم، كل العالم. تجاوز بعض الأسرى 43 عام في داخل السجون، ورموز الحركة الأسيرة عندما يتم الاعتداء عليها يثور أبناؤنا في داخل السجون، وأيضا الخارج لن ينسى أسراه ولم يقف مكتوف الأيدي عندما يتم الاعتداء على أسرانا والقمع والتهديد. طيب أستاذ أيمن، الأسرى أطلقوا على أضرابهم معركة الدفاع عن الحق، إلى أي مدى ترى أن هذا الإجراء يمكن أن يعيد حقوق الأسرى التي أهدرها الاحتلال والتي تحدثت عنها؟ نعم أخي الكريم، تعودنا دائما والحركة الأسيرة أثبتت دائما أن الإضرابات عن الطعام هي الورقة الأخيرة لدى الأسرى في داخل السجون. ويعني التجارب أثبتت بأن كل الإضرابات انتصرت، الإضرابات الجماعية والفردية، وهذا الإضراب يمتاز بأن هذا الإضراب يسمى إضراب نخبوي، بمعنى سيكون هناك فدائيين من هؤلاء الأسرى سيدخلون في المرحلة الأولى ومن ثم ستتلوها مراحل أخرى حتى يصل الإضراب إلى كل الأسرى في داخل السجون. ربما يبدأ الإضراب من 1600 أسير إلى 2000 أسير في البداية، ومن ثم يعني أكثر حوالي. أستاذ أيمن شراونة، هل أنت معي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأسير الفلسطيني المحرر الأستاذ أيمن الشراونة. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا من غزة.